هذا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ جيلاني الشمراني، مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار. سيد جيلاني، يعني تابعت القمة الاستثنائية العربية الإسلامية، وقراءتك لكلمات الزعماء المختلفة، وخاصة أن كلمة مصر إذا صح القول وضعت خريطة طريق للخروج من كل هذه الأزمة، وأيضا حملت المسؤولية للمجتمع الدولي. أهلا بكم وسعيد جدا بهذه الاستضافة. يعني هذه القمة الاستثنائية التي عقدت في الرياض، الذي أعتبرها أنا مجلس أمن عقد في الرياض اليوم، نتكلم عن 57 دولة إسلامية، 22 دولة عربية اجتمعوا اليوم، اتفقت الرؤى، اتفقت جميع القيادات من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء الوفود، لاحظت أيضا اتفاق متناسق ومتسق بين كلمة ولي العهد وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد الجانبان على أن مجلس الأمن فشل في أن يحفظ أمن من كان يجب أن يحفظ أمنهم، واتضح للجميع أمام العيان أن مجلس الأمن يحفظ أمن دول ويهمش دول. هناك مكيالين، لذلك اليوم اجتمعت هذه الدول برؤسائها على مستوى رفيع جدا، اتفقوا على أن هذه جريمة لا يمكن السكوت عنها، اتفق الجميع على أن يجب أن تقف هذه الحرب وهذا العدوان وهذا التصعيد الغير مبرر. يعني حتى إن تكلمنا بمبدأ العدالة، إن قتلت حماس من إسرائيل قد أن نقول 1000 أو 1200 ولا ندعو إلى القتل أبدا، والدول العربية دائما تدعو إلى السلام، وأن بالمقابل لدينا 11000 شهيد، هذا عدل؟ ومنهم الشهداء سيدك الكريمة مستمعين والمشاهدين لقناتنا قناة مصر، أطفال ونساء وعجزة معظمهم، يعني 4 أطفال و500 طفل، 4000. هل هؤلاء الأطفال من حماس؟ 4000، نعم نعم. هل 3000 سيدة و27 هذول مجندات في حماس؟ هل 678 مسن مجند في حماس؟ نعم. اليوم نتكلم عن يعني 19 مستشفى توقفت، تم إغلاق 71% من مرافق الرعاية في مصر في غزة، اليوم غزة تحتضر، يعني النزوح 117000 عزيزتي. نعم. ذهبوا، حتى الطواقم الطبية لم تسلم. أنا أعتقد أن هذه القمة الطواقم والمستشفيات أيضا، الطواقم والمستشفيات بأكملها، النازحين تخيلوا معي مستمعين مشاهدين 1,600,000 نازح في غزة داخليا، هؤلاء كيف يأكلون؟ كيف يشربون؟ كيف يتقون البرد؟ نعم. اليوم إسرائيل تمارس عنجهية وكأنها كانت تنتظر هذه الفرصة لتنكل بالشعب الفلسطيني الذين صرح مسؤولوهم أو مسؤوليهم بأنهم لا يعتبرونهم بشر، بل هناك من قال نريد أن نبيدهم بقنبلة نووية. هذه السياسة الإسرائيلية يجب أن نعيها. لذلك اليوم الدول العربية والإفريقية اجتمعوا في قمة واحدة، وهذا دليل على أن أهم ما لدينا هو وحدة الصف ووحدة الكلمة. اتفق القادة، اتفق الرؤساء على أن هذا العبث الإسرائيلي وهذه الانتهاك الخطير جدا يجب أن يتوقف الآن، واتفق الجميع على ذلك. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أمر خطير جدا وهو التهجير القسري، وقال نرفض أن يخرج من فلسطين الشعب، ويجب أن تبقى فلسطين للفلسطينيين، ويجب أن تفتح المساعدات اليوم على مصراعيها. فهذا هذه القمة نباركها، وحقيقة سعدنا وسررنا كثيرا بالتئام الشمل واللم الإسلامي العربي، وسيخرج بيان قوي. وهذه البيانات، وأنا أخاطب الآن الشعب الجمهور لأنهم متعاطفين جدا وكلنا نحترق، ولكن يجب أن نعي أن هناك دبلوماسية وسياسة. نعم. الآن لا نستطيع أن نحرك طائرات، أو كما يدعو البعض أن السياسة اختلفت الآن، وهناك دولة اسمها مصر بالدرجة الأولى، شعبها 1,000,000 مصري موجود، يجب على الرئيس أن يحميهم ويحافظ عليهم بالدرجة الأولى. لذلك السيادة المصرية مهم جدا أن نركز على أمنها السيادي، وأن نعمل على الضغط الدبلوماسي. اليوم لدينا كما ذكرت في بداية حديثي 57 دولة، 22 دولة عربية، هذه كلها ورقة ضغط على أمريكا بأن تتوقف هذه
الحملة العدوانية على الشعب الفلسطيني، وأتوقع حقيقة كتحليل بأنه في الأيام القادمة سيكون هناك فتح أكثر وانفراج لهذه الأزمة، مما يستدعي إلى التوقف بمشيئة الله التدريجي، ثم تدخل المساعدات. اليوم العريش تزخر بمساعدات طبية وغذائية من كل الدول. نعم. جسر الملك سلمان اليوم الإغاثي وصل بطائرتين وثلاث طائرات، وجسر مستمر ومتواصل إلى العريش تمهيدا لدخول هذه المساعدة. فنبارك هذه القمة ونبارك هذا البيان وهذا الاجتماع للقادة العرب، ونحن معهم وشعوبهم، ونسأل الله أن يوفقهم، وبإذن الله نرى ما يسر في هذا العدو الإسرائيلي الذي حقيقة يعني قدم انموذجا بأن إسرائيل لا يمكن أن تكون دولة سلام. نعم سيد جيلان، يعني إلى أي مدى ارتأيت في القمة العربية؟ عفوا نعتذر لك الأستاذ جيلاني الشمراني مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار، ونعود لمتابعة وقائع القمة العربية الإسلامية.